بعينه وشافوا المواطنين، ولا يعقل بانهم كيجيو الناس وسط الغيب ويحطوا الكراوب العامرين بالكلاب او الفيكوبات، ما غنحطو طحن في الليل. شي راه كاين وهادشي ديال الكلاب اللي كاين في الاسفي، ماشي الكلاب ديال الاسفي. اليوم كنلقاو هنا تقريبا 50 كلب، وكنلقاو تاني في اوروبا 50 كلب، وكنلقاو تاني في اوروبا 40 كلب ديال البلاد. حاشا يعني الاسفي ما كاينش فيها هادشي، ما كاينش فيها هاد الامور. قرب ميكرو. اولا استاذ الرئيس، حنا جينا اليوم باش كاين، نعاود نقولوا كاين، كاين هادشي لا نقاش فيه. والدليل القاتل هو تلمذي الصابع، حنا راه كنديرو كمية جو كيرون ديال الحمار، متحدين درناها فيها، هذا المنطق. انا نقول لكم اليوم هاد المجلس اليوم كاين شي حاجة، كاين شي حاجة في هاد المجلس، كاينة شي إيد خفية خدمت هاد المجلس، وأنا كنتسخر شوية من الأمور. دابا اليوم كاين هاد السد الحمار، وعاد الكلاب، وجايب لهم كيكوبات، وجايب لهم الطوموبيل، وجايب لهم الكراو. إن هذا مقصود، مقصود هذا المجلس. واش كيجي من الكلاب ديالنا اللي في البلدية؟ شنو هي معناتها؟ ولكن كنعاود نأكد أصحاب المواقع هما كيسمعوا، يجوا الحقيقة، يكتبوا الحقائق على المدينة. شو اللي كيزيد هذا الشيء؟ شو اللي حط هذا الشيء؟ واش حنا عندنا مشاكل؟ خصنا الضوء، خصنا الضوء، حنا الله غندور في الكلاب. صافي هاد الناس هاد المجلس مصابر راسو كيمشي مع الكلاب، ولا كنلقاو كل هنا كل هنا المشاكل. احنا كمجلس اليوم، احنا كمجلس ماشي ايش كنفكروا في الكلاب، نفكروا اكثر من الكلاب. شوف نفس الشباب المعطرين، شوف الناس اللي قاعده بلا خدمه، بزاف الحوايج، ولكن هادشي مش مقصود، تعاون ولا مقصود. حنا ما كنتواطوش، ماشي انا علمي كلاب غلط نتفرج او حقائق تقريبا. استاذ الرئيس الله يخليك، كنعاون نقول لك حنا جينا خصنا نفكروا الاصول ديالنا في هذا المجلس. صراحة اليوم اللي كان المجلس هي الاصول ديالنا من هاد الدور. حنا ما تاتشي واحد قال لي بغيت خدمه حبيبي، اي مواصفات باش نخدم حبيبي. حنا جينا نتعاون، وانا عمري ما جيت نفرق. حنا جينا نجمعوا كاملين اخوان، واحد الوقت كله تخدم كله تشتغل لصالح هاد المدينة. النقطة خارج الموضوع، عندك البلاطو دابا حاليا في الممتلكات ديال الجامعة، شنو خلى الفضيحة دابا اللي كلشي بيس ديال الشرب شاد نسبة الحوانت، خلى هذا المجلس. أو دابا دخل البلاطو كلشي، فين هو دابا البلاطو؟ دخلوا لي دابا لقاو كله خمر، كله شرب. داروا هذا المجلس، شنو دار التنازلات؟ داروا هذا المجلس، يلا ندخلوا دابا البلاطو دابا يلا. ودابا سير غندوزو بالملفات، وما حقناش نشدو دابا الملفات. اليوم اللي كان هذا المجلس جوج حوايج، حنا كنعرفو ولا شي حاجه ماشي هي، كنقولو نتفاجئو صراحة. كنقولو فعلا كاين بعض الأدلة ما كيجوش تدخل في القرار، كاين بعض النواد ما كيجوش خصو في القرار، هذا كاين. اليوم الإدارة، كيف الإدارة؟ شي خدام شي ما خدامش، جاي يديرو لينا قدام الناس، هادشي خاص يكون، هذا هو دور المجلس. اليوم عندنا مشاكل في الكريزة شنو خاصها تحل، هادشي كاين. ولكن باش نديرو حنا كمجلس كأعضاء المجلس كيدو التواطؤ مع هادشي حرام. اسمح لي استاذ الرضا نعاود والله سي الله طيبي، اسمح لي حنا ماشي لا شوف طيبي، انت ماشي مسؤول عن هذيك القوه باش تمنع الناس، اللي كيتواطؤ هو اللي عنده القوه كيما كيمنعش الناس. انت ما عندك والو طيبي اش غادير؟ لا حنا اللي كيمنعنا دابا، انا اللي كيتواطؤ طيبي معروف، انا مستوب سيدنا خمس سنين في الجنه غنبدا. طيب ولكن انت ما راجع الله، انا كنجمع ما كنشددش. طيب وبين المعارضه تكون بناءه، ولا كاين شي واحد عنده شي واحد خرج برا وتكلم معاه برا وتكلم معاه في الزنقه، هذا راه مجريش. صافي جينا اليوم اعطينا جدنا، عطوا الحصيلة النواب طلب معاك، تو شي نائب النواب عطينا الحصيلة ديال السنه اجرتي معاك، جبدها لينا هنا نصفقوا لي، قلتوا لي لا نمشي نمشي والو نمشي نقول العمل ديالك، هذا هو المعروف. حنا اليوم عندنا فضيحه ديال الكلاب، عندنا فضيحه ديال الكلاب، واليوم كتحمل مسؤوليه البلديه المجلس والسلطه وما كيسمع. ولكن غنقدرش نقول للبشر باش الله هكذا، يعني تو خصو يحاول يعني حتى الكراو ولا العجب المتعجب هذاك واش هذا ماشي كثير في وما لقيناش من السابع ديال الجدل اللي كيدينا الراعي السابع، هذا هو الحقيقه. ماشي تسمينا ماشي قلناه وما دام الول ولو كنا حنا كثيرون مازال التحافل. صافي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.